بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نبقى مع مواضيع المراجعة لاختبارات الفصل الأول، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي شعبة آداب وكذلك علوم. فقط فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالعروض فهو لتلاميذ شعبة آداب. إذن هذا الموضوع خاص بالمحور الأول من البرنامج العصر الجاهلي وبالوحدة الثانية، وهي الوحدة المتعلقة بالشجاعة والفروسية عند العربي في العصر الجاهلي للشاعر عنترة بن شداد. إذا نبدأ أولا بالتعرف على مضمون القصيدة، ثم نبين كيفية الإجابة على أسئلة هذا الموضوع. إذا قال عنترة بن شداد: دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاية القصوى من الرتب، لعل عبلة تضحى وهي راضية على سوادي وتمحو صورة الغضب. إذا رأت سائر السادات سائرة تزور شعري بركن البيت في رجبي، يا عبل قوم انظري فعلي ولا تسلي عني الحسود الذي ينبيك بالكذب. إن أقبلت حدق الفرسان ترمقني وكل مقدام حرب مال للهرب، فبادري وانظري طعنا إذا نظرت عين الوليد إليه شابا وهو صبي. خلقت للحرب أحميها إذا بردت وأصطلي نارها في شدة اللهب، بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعرب. وقد طلبت من العلياء منزلة بصارمي لا بأمي لا ولا بأبي، فمن أجاب نجا مما يحاذره ومن أبى ذاق طعم الحرب والحرب. إذن هذا بالنسبة لقراءة النص. كما هو واضح فإن شعر عنترة بن شداد في الغالب يتحدث عن الشجاعة والفروسية التي تميز بها هذا الشاعر وكذلك الفارس. إذا نبدأ أولا ببيان بعض المعاني وشرح بعض المفردات المتعلقة بالموضوع. إذا في البيت الأول: دعني أجد إلى العلياء في الطلب أبلغ الغاية القصوى من الرتب. فالشاعر هنا يقول: دعني أجد وأجتهد في طلب المنزلة العليا والمراتب القصوى، وأجد في هذا الطلب، أجتهد فيه حتى أبلغ هذه الغاية وهذه الرتبة التي يسعى إليها الشاعر. في البيت الثاني: لعل عبلة تضحى وهي راضية على سوادي وتمحو صورة الغضب. إذا هنا نلاحظ أن الشاعر يجد في طلب مرتبة العلياء والرتب العالية لكي يمحو صورة العبودية التي عاشها، ويظهر ذلك في قوله على سوادي، فهنا إشارة إلى سواد بشرته وكذلك إلى العبودية التي عاشها الشاعر. فهو يريد أن يغير هذه الصورة بالنسبة لعبلة ابنة عمه التي أحبها وأراد الزواج منها، فلعل هذا الأمر يرضيها ويمحو صورة الغضب التي كانت عند عبلة اتجاه عنترة بن شداد. في البيت الثالث: رأت سائر السادات سائرة تزور شعري بركن البيت في رجبي، فهنا الشاعر سيغير هذه الصورة، صورة الغضب وكذلك العبودية، بشاعريته يصبح مقصدا لسادات القبائل. في البيت الرابع: يا عبل قوم انظري فعلي ولا تسلي عني الحسود الذي ينبيك بالكذب، فهنا يطلب من عبلة أن تنظر وترى فعل عنترة بن شداد خاصة في الحروب، لا تسأل عن أخباره من الأشخاص الحاسدين الذين سينقلون إليها أخبارا كاذبة. إذن ينبيك بمعنى يخبرك. البيت الخامس: إن أقبلت حدق الفرسان ترمقني وكل مقدام حرب مال للهرب. إذن حدق الفرسان أي عيون الفرسان ترمقني بمعنى تنظرني وتراقبني، المقدام الشجاع. وهنا يبين الشاعر شجاعته وفروسيته، وأنه لا أحد يستطيع أن يواجه عنترة بن شداد في الحروب حتى ولو كان شجاعا مقداما، فإنه يفر من مواجهة عنترة بن شداد، فبمجرد رؤيته
يرون من مواجهته، وهنا يبين شجاعته وإقدامه في الحروب. في البيت السادس: فبادري وانظري طعنا إذا نظرت عين الوليد إليه شابا وهو صبي. وهنا يبين أن هذه الحرب من شدتها وكثرة الطعن فيها، كثرة القتل أي شدة الحرب وقساوتها، أن الوليد أي الطفل الرضيع إذا رآها شابة، وهنا من المشيب شابة وهو طفل صغير. في البيت السابع: خلقت للحرب أحميها إذا بردت وأسطلي نارها في شدة اللهب. وهنا يبين أنه حارس شجاع خلق لخوض الحروب، فهو الذي يزيد من اشتعالها خاصة إذا كان في هذه المعارك. إذن عنتر بن شداد إذا خاض حربا من الحروب فهو الذي يزيد من لهيبها واشتعالها. في البيت الشطر الثاني: وأسطلي نارها، أسطلي نارها بمعنى أتدفأ بنارها في شدة اللهب. هنا يبين شدة تحمله وصبره على هذه الحروب. في البيت الثامن: بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعرب. وهنا يواصل افتخاره واعتزازه بفروسيته وشجاعته في الحروب، فهنا سيفه أينما جرده يخضع هذا السيف الجبابرة أي الأقوياء سواء كانوا عربا أو عجما. في البيت التاسع: وقد طلبت من العلياء منزلة بصارمي، لا بأمي لا ولا بأبي. فهنا عنتر بن شداد يبين هذه المنزلة التي طلبها والتي ذكرها في البداية، ويطلب هذه المنزلة العليا والرتب العالية بشجاعته وفروسيته، لا بنسب أمه ولا بنسب أبيه. في البيت العاشر: فمن أجاب نجا مما يحاذره، ومن أبى ذاق طعم الحرب والحرب. فهنا يبين الشاعر أن من يواجه عنترة بن شداد في الحرب لن ينجو، أما من يحاذره يتجنب مواجهة عنتر بن شداد في الحروب فهو الناجي، وأما من رفض ذلك وواجه عنتر بن شداد فما عليه إلا أن يذوق طعم الحرب والحرب، والحرب بمعنى الهلاك، إذن يذوق الهلاك من يواجه عنتر بن شداد. فنلاحظ أن في هذه الأبيات الشاعر يبين شجاعته وفروسيته إقدامه، وكذلك شاعريته التي أراد بها الوصول إلى المراتب العليا وإرضاء ابنة عمه عبلة. هذا فيما يتعلق بمعاني القصيدة. نأتي الآن إلى أسئلة البناء الفكري: كيف طلب الشاعر رضا محبوبته عبلة؟ السؤال الثاني: افتخار الشاعر بفروسيته جلي وظاهر، دل على ذلك من القصيدة. السؤال الثالث: بما طلب عنتر العلا والمجد، وما السبب في رأيك؟ السؤال الرابع: مزج الشاعر بين غرضين شعريين، حددهما مع الشرح. السؤال الخامس: ما النمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين مع التمثيل. هذا بالنسبة لأسئلة البناء الفكري. أسئلة البناء اللغوي: أعرب ما تحته خط إعرابا تفصيليا، هما الفعل تمحو وكذلك الاسم حيثما. السؤال الثاني: استخرج من النص جملة شرطية وحدد أركانها. السؤال الثالث: في البيت الثامن صورة بيانية، استخرجها وشرحها. السؤال الرابع: استخرج من البيت الثاني محسنا بديعيا وبين نوعه. السؤال الخامس وهو خاص بشعبة آداب وهو متعلق بالكتابة العروضية: اكتب البيت الأول كتابة عروضية مع وضع الرموز ثم سمي البحر. إذا قلنا هذا سؤال خاص بالشعب الأدبية. بالنسبة للوضعية الإدماجية: تميز المجتمع الجاهلي بالشجاعة والفروسية وتجلى ذلك في أشعارهم وخطبهم. اكتب فقرة تتحدث فيها عن الفروسية في العصر الجاهلي وكيف تغنى بها الشعراء في قصائدهم مستشهدا بما تحفظ من الشعر. إذن هذه الوضعية هي وضعية نقدية متعلقة بالظواهر الموجودة في النصوص الأدبية والتواصلية. إذن النص التواصلي وكذلك نص عنتر بن شداد فيه هذه الظاهرة، ظاهرة الفروسية. إذن المطلوب الحديث عن هذه الظاهرة. نأتي الآن إلى الإجابة النموذجية بالنسبة لهذا الموضوع.
أسئلة البناء الفكري. السؤال الأول: كيف طلب الشاعر رضا محبوبته عبلة؟ إذا طلب الشاعر رضا محبوبته عبلة بإظهار شجاعته وعلو همته، ويظهر ذلك في البيت الأول في قوله: دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاية القصوى من الرتب لعل عبلة تضحى وهي راضية. إذا هذا الأمر الذي يرضي عبلة وهو الشجاعة والفروسية وعلو الهمة و المنزلة. على الثاني: افتخار الشاعر بفروسيته جلي وظاهر، دل على ذلك من القصيدة. إذن افتخار الشاعر بنفسه ظاهر في القصيدة، ويظهر ذلك في قوله: إن أقبلت حدق الفرسان ترمقني مال للهرب، أي أن الفرسان لا يستطيعون مواجهة عنتر بن شداد في الحروب، كما يظهر في البيت الخامس. كذلك في البيت السابع: خلقت للحرب أحميها، بمعنى أزيدها اشتعالا. كذلك بصارم حيثما جردته في البيت الثامن: بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعربي. هنا يبين أنه يخضع الجبابرة بسيفه وبشجاعته. السؤال الثالث: بما طلب عنتر العلا والمجد، وما السبب في رأيك؟ إذا طلب عنتر المجد بشجاعته في الحروب، بخلاف غيره الذين يطلبون المجد بآبائهم وأجدادهم، يظهر ذلك في البيت التاسع في قوله: وقد طلبت من العلياء منزلة بصارمي، الصارم بمعنى السيف، لا بأمي لا ولا بأبي، أي ليس بنسبه وإنما بشجاعته وفروسيته في الحروب. السؤال الرابع: مزج الشاعر بين غرضين شعريين، حددهما مع الشرح. إذن الغرض الأول هو غرض الغزل، وذلك من خلال ذكره لمحبوبته عبلة وطلب رضاها، والغرض البارز والواضح والذي لا يخلو منه شعر عنتر بن شداد، وهو غرض الفخر، لأن الشاعر يعدد مناقبه ويفتخر بها، فهنا يعتز بفروسيته وشجاعته وكذلك شاعريته. الفخر هو تعداد الخصال الحميدة والافتخار والاعتزاز بها. السؤال الخامس: ما النمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين مع التمثيل. إذا النمط الغالب على القصيدة هو النمط الحجاجي، لأن الشاعر في صدد إقناع محبوبته بخصاله الحميدة ودعوته للنظر فيها لتعرف مكانته ومنزلته. إذا من البداية الشاعر يخاطب عبلة محاولا إقناعها بخصاله الحميدة، خاصة منها الشجاعة، لكي تكون راضية في النهاية عن عنترة بن شداد. هنا استعمل الشاعر نمطا آخر وهو النمط الوصفي، ولكن هذا النمط خادم للحجاج. إذن مؤشرات النمط الحجاجي: أدوات التوكيد مثل قوله: وقد طلبت من العلياء، كذلك كل في قوله: كل مقدام، كذلك أدوات الشرط أو أسلوب الشرط في قوله: إذا رأت سائر السادات، إذن إذا شرطية، كذلك في قوله: إن أقبلت حدق الفرسان ترمقني، في البيت الأخير: فمن أجاب نجا ومن أبى ذاق طعم الحرب والحربي، أيضا هنا أسلوب الشرط. كذلك الأدلة والبراهين، إذا هنا الشاعر أتى بالكثير من الأدلة لإقناع عبلة، وهي الشجاعة، الفروسية، إقدامه في الحروب، أن الفرسان لا يستطيعون مواجهة عنترة، كذلك أنه بصارمه حقق منزلة عظيمة. خصائص الحجاج كذلك الأسلوب المباشر أو الخطاب المباشر، ويظهر ذلك في خطاب الشاعر لعبلة مباشرة في قوله: يا عبلة، كذلك في قوله: لا تسالي. إذن هنا خطاب مباشر من أجل الإقناع. أيضا النفي في قوله: لا تسالي، ذلك لا بأمي لا ولا بأبي، إذن هنا النفي، تكرار النفي كذلك دليل على محاولة الإقناع أي على الحجاج. فيما يتعلق بالنمط وأسئلة البناء الفكري، ننتقل إلى أسئلة البناء اللغوي. أعرب ما تحته خط إعرابا تفصيليا. تمحو حيثما، إذا تمحو في قوله: على سوادي، وتمحو، إذا تمحو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. إذا هنا الضمة لا تظهر على الواو حرف علة، فتقدر للثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي،
هي تمحو، حيثما في البيت الثامن بصارم حيثما جردته. إذن حيثما من أسماء الشرط، فهنا شرطية، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، لأن حيثما تدل على ظرف مكان تعرب في محل نصب على الظرفية المكانية. السؤال الثاني، استخرج من النص جملة شرطية وحدد أركانها. الجملة الأولى واردة في البيت الثامن في قوله بصارم حيثما جردته سجدت. إذن حيثما جردته سجدت له، حيثما هي أداة الشرط، جملة الشرط جردته، وجملة جواب الشرط سجدت. إذن هنا جازمة لفعلين مضارعين، الفعل الأول في جملة الشرط والفعل الثاني في جواب الشرط. في البيت الأخير في قوله فمن أجاب نجا، إذن من أداة الشرط أجاب جملة الشرط ونجا جملة جواب الشرط. وكذلك في الشطر الثاني ومن أبى ذاق طعم الحرب والحربي، من أداة الشرط أبى جملة الشرط ذاق جملة جواب الشرط. ننتقل إلى السؤال الثالث، في البيت الثامن صورة بيانية استخرجها واشرحها. يقول الشاعر في البيت الثامن بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعربي. إذن الصورة هي في قوله سجدت له جبابرة الأعاجم والعربي، وهي كناية عن الخضوع والاستسلام، أي أن الجبابرة يخضعون لعنترة بن شداد بفضل شجاعته وفروسيته. فهنا كناية عن صفة، وهي صفة الخضوع والاستسلام. فهنا ذكر المعنى الظاهر وهو سجدت له جبابرة الأعاجم، وأريد به لازم معناه وهو الخضوع والاستسلام. ويريد الشاعر أن يبين من خلال هذه الصورة شدة شجاعته وبطولته وفروسيته، أي أنه يخضع له الجبابرة. السؤال الرابع، استخرج من البيت الثاني محسنا بديعيا وبين نوعه. البيت الثاني يقول الشاعر لعل عبلة تضحى وهي راضية على سواد وتمحو صورة الغضب. إذن المحسن هو الطباق بين كلمتي راضية والغضب، وهو طباق الإجاب. غرضه البلاغي فهو توضيح المعنى وكذلك جمالية الأسلوب. السؤال الخامس وهو خاص بالشعب الأدبية، اكتب البيت الأول كتابة عروضية مع وضع الرموز ثم سمي البحر. إذن الكتابة العروضية تخضع لقاعدة كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. إذن دعني أجد، إذن دعني تبقى كما هي. أجد يفك الإدغام في الدال، الأول ساكن والثاني متحرك. إلى العلياء، إذن إلى العلياء تحذف الألف المقصورة وكذلك ألف الوصل في العلياء. إذن إلى العلياء الألف المقصورة في حرف الجر لالتقاء الساكنين. كذلك في العلياء يحذف أو تحذف الياء الساكنة في حرف الجر في لالتقاء الساكنين، فنقول في الطلب، في الطلب. إذن الطلب مشددة يفك الإدغام، الأول ساكن والثاني متحرك. آل التعريف تحذف لأن هنا يوجد آل الشمسية، تحذف في الكتابة العروضية. الطلبي نضيف ياء ساكنة وهو الإشباع لأننا يجب أن نتوقف على ساكن. الشطر الثاني وأبلغ الغاية، إذن أبلغ تبقى كما هي، الغاية تحذف ألف الوصل. القصوى كذلك تحذف ألف الوصل. من الرتبي، إذن مينا تبقى كما هي، الرتبي تحذف الأل التعريف لأنها شمسية، الراء يفك الإدغام ونضيف ياء الإشباع في الأخير وهي حرف الوصل. ما نضع الرموز العروضية. أما التفعيلات فهي مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، متفعل فاعل، مستفعل، هي تفعيلات بحر البسيط. هذا بالنسبة للتقطيع العروضي. أما فيما يتعلق بالوضعية الإدماجية فيوجد موضوع سابق فيه إجابة هذه الوضعية، فهنا مطلوب الحديث عن الشجاعة والفروسية كظاهرة وجدت في العصر الجاهلي. لماذا كان الشعراء يتغنون بهذه الصفة في قصائدهم؟ كذلك الاستشهاد بأبيات شعرية خاصة الأبيات المتعلقة بعنترة بن شداد. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع اليوم، أتمنى لي
للجميع الاستفادة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.